صباح الخير على حضراتكم، وصباح الأمل والتفاؤل والبهجة اللي دايما بنطل بيها في 8 الصبح. النهاردة احنا معانا الفقرة الخاصة ب 8 الصبح، الخاصة بمطبخ الأطفال مع المامي. بمعنى ايه؟ احنا كل مرة بنقدم لحضراتكم الوجبات اللي الأطفال بيحبوها ولكن ببدائل صحية، والكوكيز من الحاجات اللي الأطفال وحتى الكبار بيحبوها جدا جدا، ولكن دايما بنقول ما ناكلش كوكيز كتير، ما ناكلش كوكيز من بره فيها سكريات هاي كالوريز وبتبقى مؤذية. طيب ايه الحاجات اللي ممكن احنا عايزين ناكلها ككوكيز بس ببدائل صحية ممكن مامي تعملها في البيت بشكل بسيط، وكمان الطفل ممكن يساعدها فيها فيبقى هو بياكل حاجة هو بيعملها ببدائل صحية؟ ده اللي النهاردة هنعرفه مع ضيفتنا الشيف الشيماء أسامة. صباح الفل. صباح النور. ومعاها بنوتتها بقى لوجين أبو بكر. صباح الفل. صباح الفل. أخبارك إيه؟ الحمد لله. السنة الجاية إعدادية. عايزين نركز. طيب الكوكيز يا مامي من الحاجات اللي الأطفال بتحبها وما بنقدرش إن إحنا يعني نمنعهم، خلينا إحنا ككبار ما نقدرش نتمنع. بس أنت النهاردة عاملاها لنا بشكل مختلف وبطرق بسيطة، ومامي تقدر تعمل لنا كوكيز في البيت بشكل سريع. بالظبط. قولي لي بقى ايه مكونات الكوكيز اللي انت جايبها لنا النهارده واللي هتبدا كمان بنوتك تعملها لك؟ احنا النهارده عاملين كوكيز صحية اللي هي بالكاكاو الخام والشوكليت شيبس، وكلها يعني معمولة بالدقيق الأسمر، وهنستخدم يعني بديل للسكر هنستخدم ممكن نحط بداله عسل أسود او ممكن ان احنا نحط سكر بني. اوكي تمام. وهنعملها بطريقه صحيه ومش بتاخد وقت خالص معانا. طبعا الدقيق الاسمر لو كالوريز، وكمان السكر البني لو كالوريز، بس لو في بدائل العسل تنصحي بيه اكتر؟ نحط العسل. العسل الاسود كمان مفيد جدا والله. طيب احنا دايما بنقول انه اي حاجه بيضاء دقيق ابيض سكر ابيض ملح ابيض دي سموم بيضاء، فاحنا بالزبط. بنبدلها بالحاجات السمراء. بالظبط. طيب نبدا نشتغل ونسال لوجين بقى، انت بتحبي الكوكيز؟ يعني ممكن تفطري بيها وتتغدي بيها وتتعشي بيها، ولا بالنسبة لك موسمية؟ ممكن افطر بيها برضو كده بس مش كتير، يعني عشان هي برضو فيها كالوريز كده. اوكي فانت بتنسقي الدنيا شوية. ايه بقى انت اصلا احكي لي روتين يومك في الاكل لغاية بس كده ما مامي تبدأ بالحاجات الاساسية وتبدأي تساعديها. انا بحاول اكل اكل صحي وكده، وبحب انا اكل كيكس وكوكيز وحاجات كده، بس من بره بقى فيها كالوريز حاجات مش صحية وكده، فماما بقى بتعملها لي بطريقه صحيه ومناسبه. وبتساعدي مامي ولا لا؟ انا بساعدها. طب ساعدي بقى مامي يا لوجين. تعالي يا لوجين هقول لك تعملي ايه. عايزين تخلي دايما الاطفال وعلى حسب اعمارهم يشاركوا بشكل مناسب في الحاجات اللي يقدروا يعملوها. قولي لنا بقى كده المقادير. احنا هنحط احنا حطينا زبده، المقادير هنا الكوكيز اللي هي شوكليت الكاكاو الخام، حطينا 125 جرام زبده. أيوة. وحطينا نص كوبايه سكر بني، وممكن نستبدله زي ما قلنا بالعسل، يعني نحط مثلا معلقتين كبار عسل. وحطينا هنحط بقى دلوقتي الدقيق الاسمر. لوجي تعالي حطي معايا. هي على الهواء اهي المقادير عشان تعالي. الامهات تكتب. خدي بالمعلقه كده وحطي. يلا اهي بتحطي دلوقتي الدقيق البني. بتساعدها اهو لوجين. حطي شطوره. ديت ثلاث اكواب سكر، قصدي دقيق اسمر. ثلاث كوبايات. ثلاث كوبايات دقيق اسمر. اوكي ده يعمل قد ايه كوكيز التلات كوبايات دول؟ لا هيعملوا ما شاء الله كميه، يعني ممكن يعملوا كيلو كيلو وربع. اوكي يعني هيعملوا كميه. هنحط بقى دلوقتي ده اوفر من بره صح؟ طبعا. اوفر وصحي، لان ممكن بره يستخدموا طبعا عشان يحفظوه لمده اطول، كمان مواد حافظه. هنحط هنا الكاكاو الخام. حلو الكاكاو لازم الخام. لازم تحطيه. لوجي تعالي. تعالي انت بقى يا لوجي ساعدي مامي. يلا. الكاكاو الخام طبعا بيبقى صحي وبيبقى حلو جدا كمان. مش الكاكاو اللي فيه سكر. بيبقى طعمه كمان بيدي طعم احسن. هنضربه بس كمان. الكاكاو الخام ده كمان بيبقى يعني خالي من السكر، فبرضه ده مفيد وبيبقى طعمه حلو يعني. عدو الطفل هو السكر. عايزين معلش مش مشكله. انا اتبهدلت بس. عادي هذه هي قواعد المطبخ. احنا عايزين نشوف اشوف بس اهو خلاص. ايوه. احنا كده خلطناهم مع بعض تمام. هنحط بقى الشوكليت شيبس دي كمان، بتدي طعم شيبس. حلو قوي لان الاطفال بيحبوا الشوكليت شيبس، فاحنا مش يعني مش هنحط كتير. طعمها بس حلو. طعمها. طب هاتي لي كده ادوق واحده. اتفضلي. هاتي لي كده. الله. برضو دي لو كالوريز. يعني دارك شوكليت. في منها اللي هي سيمي الدارك شوكليت، وفي سيمي شوكليت شيبس دي اللي بتبقى برضو الوايت بس بتبقى مش احنا برضو ايه مش عايزين نزنقها قوي.
يعني حتى لو تشوكلت حبه صغيرين بالزبط. نحط حبه صغيرين بسيطة. انت حددت انت حطيتي حب يعني حاجة حبات بسيطة. صغننه كده بالظبط كده. يلا ندلعكم. احنا كده عملناها، بس انا هعملها على الايه الدرجه الخفيفه. ايوه علشان طبعا انا إيه. لو انا اللي بعمل الموضوع ده هتلاقيني خربت المطبخ. هنحط بقى شويه ميه صغننين. ايه فايدتها الميه دي؟ يعني هلم بيها العجينه بس عشان ما ازودش زبده. حلو. انا بعملها عشان ما ازودش. هقول لك تعملي ايه. هنعمل الكيكز الثانيه بس نخلص بس دي الاول. تاخد وقت قد ايه العمليه اللي انت بتعمليها دلوقتي؟ يعني لا بصي، هو والله انا بعملها على طول فما بتاخدش مني يعني. ليه حضرتك قصدك مده التحضير؟ مفيش يعني، هو احنا اهو دقايق، خمس دقايق هنشكلها خلاص. وتقعد في الفرن قد ايه؟ بتقعد في الفرن دي يعني على حسب، احنا بنحبها تبقى طريه شويه ولا تبقى جامده مقرمشه. فانا بحبها مقرمشه. بتبقى الرينج من 12 دقيقه ل 15 دقيقه. هي كده خلاص تمام. طب ثواني، انت كنت بتقولي عشان الصوت كان عالي انه التحضير ممكن ياخد منك خمس دقايق وتقعد في الفرن، يعني نعمل الاول الشكل وبعد كده تقعد في الفرن من 12 ل 15 دقيقه على حسب بقى عايزاها طريه ولا ناشفه مقرمشه. بالظبط كده اهي. هي خلاص كده خلاص خلصت يعني دي مرحله العجن. هي كده خلاص. بس هي ايه الفكره، ان احنا لما بنيجي نعمل الكوكيز في حاجه مهمه قوي. في ناس بيشتكوا ان هي بتفرش منهم يعني ما بتطلعش كده. امال ايه بقى النصيحه؟ بتفرش وبتبقى مقرمشه قوي. لا النصيحه عشان تطلع كده، لا اما نحطها في الفريزر 10 دقائق، لا اما نحطها في الثلاجه نص ساعه تمسك نفسها عشان بعد الفرن بعد ما يعني بعد ما ده العجينه تقعد في الثلاجه. دي معلومه مهمه يا مامز، مهمه جدا علشان بتفرش يعني بتفرش منهم ويقول لك ما طلعتش زي بره ليه. اوكي فنمسكها شويه بالجو الساقع بس ربع ساعه في الثلاجه وعشان الزبده تمسك نفسها. اوكي ونشكل. طب تعالي بقى نبدا بقى ان احنا نشكل. انا عايزه بس اطلع. اتفضلي. لولوجي هطلع لها هنا اهو. طلعي لها عشان تبدا ان هي تشكلها. ابداي بقى شكلي. هتعمليها بصي لوجي زيك هو. ايوه ماشي. ورينا هتعملي الشكل ازاي. بتعرفي تعملي الشكل يا لوجي؟ طيب قولي لي بقى. بصي لو عايزه تلبسي الجوانتي ولا خليها تلبس الجوانتي. احنا النهارده اجراءات احترازيه بنعمل كل حاجه مفيده. البسي الجوانتي. يلا انت معاكي كام جلاف؟ معايا اربعه. اتنين. طيب ليها وليا. ماشي البسي كده. مش عارفه انا كان نفسي والله اساعدكم بس انا باجي اكل بس في هذه الفقره. يعني متلخبطه. ماشي يلا يا لولي بسرعه. ده ايه؟ انت كمان المفيد اللي انت عاملاه في الـ في الـ في الكوكيز الشكل. لانه الاطفال اللي بيخطف عينيهم في الاماكن زي كوكيز الشكل. زي الكوكيز العيد كده. وريني كده. مش عارفه ايه متلخبطه. دي ايه اللي فوق ده؟ دي بقى عجينه سكر بس احنا عشان العيد بس. غير كده ممكن نعملها بشوكليت دارك. اوكي يعني احنا ممكن نستبدل بس اللي انت عشان عاملاها عشان بس تبقى شكلها الشكل يبقى ليها شكل بس. طب انا بقى ممكن عشان انا شخص صحي ما تزعليش مني يا ماما. لا لا عادي. هشيل عجينه السكر دي. تمام. وهاكلها كده. ايوه مع الشاي بلبن. بالظبط انا باكلها كده على فكره. تحفه. دي احنا بس عاملينها تخطف بيكوا العين وتجذبكوا. ونشيلها مش معناها ان احنا ناكلها. شطوره يا لوجي. شفتي انا شطوره ازاي؟ ده مجرد ديكوريشن. اعملي بقى هي لوجي هي عملتها. هنبدا ان احنا نحط بقى الشوكليت شيبس كده اهو. شلتها الديكوريشن ده انا شلته مش هاكله. اعمليه بسرعه يا لوجي. اهو. لا والله شكلها حلو كده وهي من غير سكر. لا جميل. انا بحبها كده على فكره. يعني انا بديها لبنوتي كده. انا عندي بنوته صغنونه جوري ثلاث سنين ونص بتاكلها كده. بتاكلها من غير العجينه دي؟ من غير عجينه. لا احنا مش احنا ده ديكوريشن ما يتاكلش ده. لوجي هي احنا هنبدا نعمل الوصفه الثانيه. اوكي اعملي بقى الوصفه الاول الثانيه. الوصفه الثانيه هنحط بقى هنا الايه. شاطره يا لوجي. بصي تدويره ايديها قروبه. بتحبي المطبخ يا لوجي؟ ايه بقى اللي بتحبيه بقى من ايد مامي؟ تورت الكيكس الحاجات دي. مامي بتعملي تورت؟ بعمل تورت. اوكي انت خبيره بقى في السويتس. فانا بعمل تورت. تعالي بس نشوف نتيجه الوصفه الاولانيه اللي هناك دي بقى اللي انت قلتي عليها بعد ما حطيناها في الثلاجه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ده قعد من 12 لايه 15 دقيقة صح؟ بالظبط كده. طعم الكاكاو باين فيه صح؟ نبدأ نعمل الوصفة التانية. هنعمل بقى الزبدة دي كوكيز الشوفان. اللي هي دي يعني دي بالشوفان.
اوكي تمام. دي هتبقى 250 جرام زبده. اوكي تمام. طبعا الزبده لازم تبقى بدرجه حراره الغرفه كده، تبقى طريه كده معايا. هحط عليها السكر البني، ممكن نحط عسل زي ما قلنا. ماشي. هنحط كمان بيضه. هنبدا بقى ان احنا نخلطهم كده مع بعض. وهنحط طبعا ايه، بدل ما حطينا بيض هنحط فانيليا. وفي الفانيليا سائلة. ممكن نحط حاجات اللي هي فليفر بتاع جوز الهند والحاجات دي، ممكن بس اصل انا بحب جوز الهند قوي واللوتس، ممكن نحط نرش وندي فليفر للاولاد. انا الكوكيز دي بعملها كمان باللوتس، يعني وهي لسه خارجه بتبقى طريه من النص، بحقنها لوتس. ازاي بتحقنيها؟ يعني هي بتبقى لسه طريه، فبكيس الحلواني بحشيها لوتس. شوكليت صحي. انا بحب اللوتس وجوز الهند، والاطفال اعتقد هيحبوها عشان هم بيحبوا الحاجات اللي زي البسكوت دي، طعم البسكوت. وجوز الهند حلو جدا. وجوز الهند ده جميل، ده عشقي ده. انا هنا حطيت البيض والفانيليا والزبده اهي خلاص. ودي الخطوه دي ممكن الاطفال تعملها على فكره. بالظبط. اللي هي انت بتعمليها دي دلوقتي. سوسانتي ماشي خلاص، اهي خلصت. هتحطي عليه الشوكليت بقى. هنبدا بقى نحط هنا ايه، الشوفان. أوكي. ده دقيق شوفان. دقيق الشوفان. تمام. بس انا ايه، عشان بس دقيق الشوفان يترفع معايا شويه، ممكن استخدم شويه من الدقيق الابيض. عشان يترفع معايا شويه بس. حبه صغيرين يا مامي. حبه صغيرين قوي. ايوه كده. معلقتين بس. تمام. اعدلهم انا الاطفال دول على الاكل الصحي، اعدلكم. بس هنبدا بقى ان احنا نخلط. ايوه. تمام. وهنحط حبه بيكنج باودر صغيرين. اوكي. بيعمل ايه بقى البيكنج باودر؟ علميني. حبه صغيرين عشان يرفعوها، يعني يخلوها هشه كده. مش قوي لان ده بسكوت يعني مش كيكه، فاحنا بنحط ايه، نص معلقه صغيره. اوكي. بس كده. وخلاص هنبدا ان احنا اهي نعملها. تمام. احنا ممكن بقى، طبعا احنا قلنا ان احنا لو عايزين نستخدم عجينه سكر ماشي، ممكن نستخدم هي دي. احنا قلنا السكر ده ديكوريشن، يعني عشان لو اشكل بيه الشكل. انا بس بوريها لهم اهي. اوكي. نقدر ان احنا نجيبها ونستعملها. طب قولي لي انت يا لوجي بقى، اصحابك بتشوفي ايه العادات السيئه اللي اصحابك للاسف بيعملوها، وانت بتحاولي عشان مامي عندها وعي بفكره ثقافه التغذيه الصحيحه، بتحاولي تقولي لهم لا ما تاكلوش؟ يعني انت عندك اصحابك بياكلوا ايه غلط؟ جانك فود كتير قوي بقى، وكيكس وكل حاجه. انا بحاول اقللها، مش بحاول. يعني كل حاجه بجد، يعني والله بامانه كل حاجه لوجين تقول لي يا ماما يعني تفتح وتجيب لي وصفات صحيه. والله. وبتعمل رياضه. بتلعبي ايه رياضه؟ ده مهم. انا بعمل رياضه في البيت. انا كنت بلعب الاول سكيتنج، بس بعدين وقفت عشان الدراسه ولسه عايزه ابدا تاني. لا كملي، حافظه الضمنه 3 شهور. السنه دي عايزه تخش باليه. اشجعك جدا. طيب ايه تاني بتحبيه اكل طبيعي غير بقى الكوكيز والحلويات؟ يعني غير مثلا مكرونه بالوايت صوص، حاجات دي، بس برضو بحاول اقللها عشان هي نشويات. بعملها لها لايت، يعني بعمل بشاميل لايت. والله. يعني ما بحطش، ممكن احط معلقه زبده واحده بس تدي طعم. لكن الدقيق ممكن استبدله بدقيق. اتعلمتي الحاجات بقى انت يعني كأم بقى مصريه كده جميله، ليه قررتي انك تتعلمي الاكلات الصحيه؟ هل انت عايزه، خايفه على بناتك ولا انت؟ لا بالظبط، عايزه اكلهم اكل صحي، وفي نفس الوقت انا يعني مثلا عارفه ان السمنه بتجيب امراض، بتجيب حاجات، وشفتها يعني في العيله عندي. فبصراحه طلعت ان انا ايه، يعني عكسهم خالص. طلعت ان انا لا، مش عايزه اولادي يبقى هتلاقي على فكره كل اولادي رفيعين، يعني عندي جوري برضو صغنونه رفنوعه خالص. لا وكمان عايزين نقول انه مرض السكر انتشر قوي ما بين الاطفال، فعشان كده احنا وفي نفس الوقت مش عايزين نحرمهم. فبنحاول ان احنا نوصل لارض مشتركه كده، انه ياكلوا اكل صحيح بالزبط. في نفس الوقت ما ياذيهمش. بالظبط. بصي دي انا بس عايزه اوريك العجينه اهي، هتبقى دي بقى بتقولي انها بالشوفان. وايه تاني؟ دي بالشوفان وبالسكر البني، ممكن استبدله قلنا بعسل، وما فيش حاجه خالص. دي الشوفان ممكن يدخل في ايه تاني غير الكوكيز؟ ممكن نعمل بيه زي بودنج مثلا. اوكي. ممكن نعمل بيه كب كيك. الكب كيك ده الشوفان بالموز بيبقى حلو قوي، او بالتفاح. برضو بعمل حاجات تانية، مثلا ممكن الشوفان ده انا باكله على فكره، هما بيفطروا بيه باللبن ده اللي هو شوفان الحبيبات زي البليله، لكن الدقيق يعني بيدخل بقى في الكب كيك والكوكيز. في الشوفان ايوه. زي في الكوكيز وفي الكب كيك، وفي مثلا ممكن ان احنا نعمل بيه زي ما قلت لحضرتك بودنج مثلا. بيبقى حلو جدا. اوكي. طب انت بقى بتساعدي مامي في المطبخ بصراحه، احكي لنا بقى، ولا بتخش تبوظي لها الدنيا؟
يعني بتطلعي؟ ساعات بعمل مثلا حاجات يعني مثلا بطاطس، بس انا بعملها في الاير فراير يعني، ما بعرفش اعملها لسه في النار. لا ما تعملهاش في النار، احنا مش بنقول. اه بعمل الكيكس كمان برضو في الميكرويف يعني. هايل. كيك اسمها كيك المامي. انت كمان كبيره فعارفه تتعاملي مع الماشينز. طيب بتشدك الفيديوز اللي على اليوتيوب مغريين قوي، اللي هو في دقيقه يعمل لك خلطه، بتجذبك الفيديوز دي وبتروحي تقولي لمامي انا عايزه اعمل ده؟ ايوه لازم. اوكي. بطاطس بقى الحاجات دي اللي بتبقى. وانت يا مامي بقى ما بتجيلك هي بالفيديوز دي بتقولي ماما اعملي لي الكوكوز ديت دي صحيه جدا، انا عايزه اكل صحي. هي. لو كلت حاجه مثلا زياده عن سعراتها في اليوم بتقوم تلعب بقى شويه رياضه وكده. هايل ده هايل قوي يا مامي، انا مبسوطه بيكي يا لوجي بجد. لا طيب هي مثلا في فتره الامتحانات والسنه الجايه اعداديه، فالاطفال عايزه تركيز وعايزه تذاكر وبتاكل، والاكل برضو حرمانه بيجيب اكتئاب. مقرره ايه الخريطه اللي هتعمليها لها؟ عشان انا بحب دايما هما بيذاكروا اعمل لهم زي سموزي او عصائر كده. مثلا ممكن نعمل بزبده الفول السوداني، دي مفيده دي. نحط معلقه، نحط لبن نصف دسم مثلا كوبايه، ونحط موزه. على فكره ده بيدي طاقه فظيعه وبيدي تركيز. بتاكلي فاكهه بمناسبه الموز بقى؟ بتاكلي فاكهه؟ خليكي صريحه. والله باكل. بتاكلي سبانخ؟ بحبها. بتاكل في طفل بياكل سبانخ يا مامي؟ بحبها والله. باكلها عادي. والله صدقني انا ممكن نعمل فقره عن السبانخ اللي ممكن الطفل يحبها، عشان ما اعرفش ليه السبانخ يعني الاطفال عندهم مشاكل. انا بعملها كمان بطريقه معينه يعني، انا السبانخ بحط معاها شويه فريك. مش فالفريك ده اصلا صحي. وبيديها تخن شويه، ما تبقاش سايبه كده فيبدا يحبها، فبيبقى ليها طعم. لا هما بيحبوها والله تحفه. انت باين عليكي مامي شاطره جدا بجد، وانا سعيده بيكي قوي قوي، لانه عندك الوعي فكره انك انت تعملي البنات وصبر. بصي اصل في الاخر الاكل ده عايز صبر للاطفال، لانه الطفل في الاخر بيضحك عليه بالشكل اللي بيشده في المول او في المطعم او فيروح للشكل، فانت حريصه برضه على تقديم الشكل. انا كمان هاتي بقى نوري كده الصوره النهائيه. انا بحب كمان ان انا يعني عشان التمرينات والنادي والحاجات السريعه ما نعمل حاجات صحيه وناخدها معانا النادي. عشان التمرينات تديهم طاقه. بصوا دي مش اشكال حلوه في النادي يعني. انا كمان شفت لك بتعملي حاجات ليها كرتون و... كنت عامله كوكيز زي دي في رمضان، بس كانت بوجي وطمطم. شفتي يعني برضو ده افكار ذكيه تقدري انك انت تدخلي بيها لطفلك وياكل اللي هو عايزه، وفي نفس الوقت ياكل وجبات صحيه. بالظبط. ايوه. نصيحتك الاخيره ايه للامهات؟ نصيحتي ان هم يعني يحاولوا ان هم يستبدلوا دايما الحاجات الغير صحيه بالحاجات الصحيه، والنت دلوقتي بقى مليان وصفات كتيره جدا وسهله، يعني يجهزوا المكونات بتاعتهم عشان ما يستسهلوش ان هم يجيبوا من بره. اوكي. وارخص. وارخص وانضف. ارخص وانضف ومضمون مصدرها، وعارفين ان دي ايد مامي هي اللي فيها عاملاها. هم لو دخلوا وساعدوهم زي لوجي كده، والله هم لو دخلوا وساعدوهم وعملوا المكونات بنفسهم بياكلوها فعلا. ابحاث علميه قالت ان الطفل اللي بيعمل اكل بايده بيحب ياكله. بيحب ياكله حتى لو هو ايه، ولما بيعملهوش بيبدا بقى انت عاملاها مش عارفه. انا عندي جوري صغنونه مصوره لها فيديو، هي اللي عامله الكيكه وتقف تساعدني. عندها كام سنه؟ عندها 3 سنين ونص. يا كوكو. بتعملها وهي اللي بتحب تاكلها، تقولي ماما انا هاكل اللي انا عملتها. طيب نصيحتك للاطفال ايه بما انك انت شخص كده هيلثي بيرسون يا لوجي؟ ان هم يحاولوا يقللوا السكريات الحاجات دي، ويخلوا مامتهم تعمل لهم الكوكيز حاجات صحيه، وفي نفس الوقت تبقى حلوه، تبقى شكلها حلو يعني، مش شرط تبقى فيها يعني شوكولاته كتير. طب حلو. بتقعد تقولي ماما انت شيف جامده. لا انت يا مامي شيف جامده جدا، وانا سعيده بيكي جدا يا مامي، وانا هاخد لي كام واحده كده اكل افطر بيها بشاي بلبن اسقي ماشي. وهسيب لكم في الكنترول. حاضر. بشكرك يا مامي الشيماء اسامه الشيماء، عشان انت ايه قلت لي الشيماء. بشكر كمان لوجي. صباح الفل عليكم، وصباح دايما كده الطاقه الايجابيه، حاجات بسيطه بوقت قصير بمكونات يعني ارخص بكتير من انك انتوا تشتروها بره جاهزه، في نفس الوقت شكلها حلو. يبقى عندنا صبر على اولادنا، نخليهم يساعدونا في المطبخ، وفي الاخر هنوصل للحاجات الحلوه الكوكيز الجميله دي.